في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وكذا مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 518 عنصراً إجرامياً ومصرع 7 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 21 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 271 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 51 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1233 قطعة سلاح ناري أبرزها 143 بندقية و101 بندقية آلية و64 مسدساً و925 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و110 خزينة، إضافة ل 1412 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 587,593 حكماً قضائياً بإجمالي 37,741 محكوماً عليهم، من بينهم 2,427 حكم جناية و209,084 حكم حبس و293,590 حكم غرامة و82,492 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 11 تشكيلاً عصابياً ضموا 38 متهماً قاموا بارتكاب 22 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 51 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 61 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1675 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1840 متهماً وبحوزتهم أكثر من 314.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 352 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 43 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 15.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 25,204 قرص مؤثر و 32,989 قرصة ترامادول مخدر و 11,000 قرص كيبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 28 مليون جنيه، كما تم ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان
وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.